Tous les musulmans sont priés d'être parmi nous pour accompagner ce chef religieux qui est le calife général de la Tidjaniya au Sénégal, Serigne Mansour, Serigne Babacar Ibn Mansour. Donc, Serigne Moustapha Gueye, qui est là, il vient aussi du Sénégal, il fait partie d'une grande famille religieuse au Sénégal. Ses frères sont des prédicateurs à la télévision sénégalaise. Il est là de passage. C'est un cousin de l'imam Djigen. Ils habitent dans la même ville à Thiès. Donc c'est un honneur pour nous aussi de l'accueillir parmi nous afin qu'il puisse nous dire assalamu alaikum. Donc pour le décès, c'est un vieux qui est décédé. Il s'appelle Bourama Mané. Il fait partie de la communauté Casa 16, Mandeng et Djola. Souvent, il se mettait là, au pilier là, assis. Donc, il a disparu. Depuis l'ouverture de la mosquée, il est là parmi nous. Il a disparu avant-hier. Et c'est aujourd'hui qu'on va l'enterrer ici, au cimetière musulman de Saint-Pierre. La levée de corps aura lieu à 15h à Saint-Pierre, à la morgue de Saint-Pierre. Nous vous invitons tous à venir l'accompagner à sa dernière demeure. C'était ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam. Merci pour votre attention. Ahmed Moustapha Gueye du Sénégal. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي في الإسلام، نحييكم بتحية الشوق ونحييكم مرة ثانية بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في العام الماضي في نفس الشهر بما قضى وقدر عليه سبحانه وتعالى كنا معكم في هذا المسجد الكريم وكان الفرصة فرصة ثمينة لنا لإلقاء بعض الكلمات وكان ذاك اليوم الكلمة التي ألقيناها هي كلمة أو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال قولوا لا إله إلا الله وهذه الكلمة كلمتان خفيفتان في اللسان ولكن ثقيلتان في الميزان وموضوعنا اليوم يكون قصير إن شاء الله تعالى جعلنا هذا الموضوع بالمحبة لله سبحانه وتعالى فالمحبة هي أساس العلاقة التي تربط بين المسلمين أو تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان فهذه المحبة إذا كان من الله سبحانه وتعالى إذا لقينا المحبة من الله سبحانه وتعالى فكان لنا رأس المال الذي لا محدود له إذا كان الله معك قال فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك الإنسان إذا نال محبة الله فما فقد لم يفقد شيئا وإذا غاب عنه محبة الله فماذا وجد لم يجد شيئا النتائج والثمار والخصائص والنتائج التي تترتب على محبة الله لك لا تعد ولا تحصى إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب القلب وإذا أحبك القلب فهذا رأس المال لا يقدر بالثمن أن يحبك الناس أن يحبك من حولك
إذا أحبك الله منحك الحكمة الحكمة ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإنسان إذا أوتي حكمته يسعد بدخل محدود، والذي لم يؤت الحكمة يشقى بدخل غير محدود. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، وإذا لم يؤت والذي لم يؤت الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. الإنسان إذا أوتي الحكمة يجعل من العدو صديقا، والذي لم يؤت الحكمة يجعل من الصديق عدوا. يعني عذاب لا يقدر بالثمن. أن منعك الله حكمة، والحكمة تؤتى من الله سبحانه وتعالى مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله، وهي من ثمار محبة الله لك. وإذا تؤتى الحكمة، إذا آتت الله حكمة أعطاك السكينة، السكينة الحالة من الرضا، من السعادة، من التفاؤل، من القوة، من الثقة بالنفس، من الثبات الرأي، من صحة الرؤية. هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الإنسان قد يعطى مالا وفيرا وقوة وذكاء ولا يعطى الحكمة فهو أشقى الأشقياء. لذلك قيل إن الله يعطي الصحة والزكاة والزكاة والمال والجمال لكثيرين من خلقه، ولكن يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة أحد أكبر أسباب السعادة الإنسان، هي ثمرة من ثمار محبة الله. إذا أحبك الله شيء لا يتصور أن يحبك خالق الخلق، خالق السماوات والأرض الذي بيده كل شيء، الذي بيده من هو فوقك ومن هو تحتك وحولك، الذي حياك بيده صحتك وأهلك وأولادك، الذي بيده صحتك وأهلك وأولادك، حياتك أو موتك. لذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء، وإذا فاته معرفة الله فاته كل شيء. من هذه المعاني محبة الله أن ترضى من عن وجودك وعن وضعك، ومن هذه الثمارات الرضا من أسباب السعادة. والله الذي لا إله إلا هو، لو شقف صدر المؤمن عرف أنه رأيت فيه من سعادة ما لو وزعت على أهل البيت لكفتهم. إن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال العلماء ذكر الله أكبر ما في الصلاة، لكن بعضهم قال ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك. لهذا أحبابي وأصدقائي نتكلم على محبة الله، وهذه المحبة التي نتبادله بيننا، وهذه المحبة التي يكون في من الله سبحانه وتعالى هي رأس المال الذي للمؤمن إذا حصل أو إذا وجد هذا رأس المال فهذا رأس المال لا محدود له. Chers frères, nous arrêtons ici en parlant de l'amour, l'amour du Seigneur, l'amour entre musulmans et musulmans, l'amour entre l'homme et l'homme. C'est à cette occasion, nous vous remercions, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.